يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، حياكم الله. نبقى مع عبر استغذياتنا في هذا الاسبوع، التقرير عن مؤتمر طب الاسنان، نتابع. ولكلية طب الأسنان المنظمة لهذا المؤتمر بالشراكة مع الجمعية السعودية لطب الأسنان نصيب من هذه الكراسي يبلغ أربعة كراسي، هي كرسي المهندس عبد الله بقشان للعوامل المحفزة لبناء العظام، وكرسي أبحاث تسوس الأسنان عند الأطفال، وكرسي أبحاث زراعة الأسنان والاندماج العظمي، وكذلك كرسي أبحاث وتطبيقات المواد الحيوية السمنية. المستشفى سيخدم يعني في حدود أكثر من 470 عيادة و30 غرفة عمليات و40 سرير، وهذه الحقيقة الخدمات إنما تقدم تلبية لتوجه الدولة حفظها الله لخدمة المجتمع، وأن تكون أيضا خدمة متميزة. يمكن لاحظت قبل قليل أن الجامعة إن شاء الله بعد التوسعة وبعد انتقال كلية البنات وأيضا التوسعة التي ستحصل في الكلية بحيث العيادات سترتفع أيضا بنسبة 100%، سترتفع نسبة ما تقدمه الخدمة الجامعة الملك سعود من خدمات في العيادة من 35% إلى 52% مما يقدم في مدينة الرياض، وأعتقد هذه نسبة كبيرة جدا الحقيقة. والجامعة دائما على استعداد لدعم البحث العلمي في كل التخصصات، ليس فقط في كلية طب الأسنان ولكن في كل التخصصات، والميزانية وفرت أيضا ولله الحمد وفي كل سنة توفر ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي. طبعا فيه ورش عمل مصاحبة، في بوسترات علمية 90 بوستر، 9 جلسات علمية في المؤتمر. خصصنا تقريبا نصف الوقت للمتحدثين العالميين ونصف الوقت أتحناه للمتحدثين المحليين من الباحثين السعوديين. اخترت هذا الموضوع لما أراه من نقص وأراه من عيوب كثيرة بعض الأطباء يمارسونها بعد إجراء عمليات جراحة اللثة، من تراجع اللثوي، من شكل غير جمالي مما يضطرهم إلى إخفاء بسمتهم، فقررت أن أقوم بهذا البرنامج التدريبي أو ورشة العمل ليوم كامل من الساعة 8 حتى الساعة 6 مساء لتدريب الأطباء على إجراء مثل هذه العمليات المتطورة الحديثة وفي النهاية الجمالية. وأيضا نتابع فقرة الأخبار البيضاء المتنقلة من الصحف السعودية. تخصيص أرض بمساحة 4 ملايين متر مربع لمشاريع الإسكان في المدينة. وقع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 4,115,588 متر مربع في منطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان لإنشاء مباني سكنية للمواطنين. وتضمن القرار توجيه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مشروع سكني. زيتون الجوف يدعم الجمعيات الخيرية. شاركت جمعيات خيرية بمنطقة الجوف بمهرجان الزيتون السابع للاستثمار والتسوق من خلال معارض مخصصة لهم تسهم في تعريفها واستعراض خدماتها. وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان أن المهرجان دعم تلك الجمعيات من خلال تخصيص مقر وأجنحة مخصصة لهم دعما لرسالتهم السامية. الصحة تنفذ برنامجا توعويا عن التحرش بالأطفال. تنفذ وزارة الصحة الاثنين المقبل برنامجا توعيا عن التحرش بالأطفال باستضافة مجموعة من الاختصاصيين عبر الخط المجاني الخاص بالمركز الوطني للإعلام والتوعية الصحية للحديث عن كيفية الوقاية من التحرش وأضراره السلوكية والنفسية، إضافة إلى تزويد الأهل وذوي العلاقة بنصائح حول كيفية تثقيف أطفالهم ومساعدتهم في تنمية قدراتهم.
خمس وزارات وثلاث جهات حكومية تحدد شروط مزاولة 85 نشاطاً من المنزل. شاركت خمس وزارات وثلاث جهات حكومية أخرى في وضع ضوابط وشروط تراخيص مزاولة 85 نشاط تجاري من المنزل، أبرزها أعمال المشاغل والتجميل والخياطة والتطريز والملابس الجاهزة. وقال مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية النسائية إنه أنهى التعاون مع هذه الجهات استعداداته لتنفيذ مشروع العمل من المنزل الذي يسمح بمزاولة 85 نشاط تجاريا من المنزل. الضويحي لعكاظ توزيع مشاريع الإسكان بجازان الثلاثاء المقبل. كشف لعكاظ وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل توزيع المشاريع التي تم الانتهاء منها بمنطقة جازان، إضافة إلى 3200 وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي. صدرت الموافقة على تسليمها للوزارة لتوزيعها وفق الآليات والخطط المعتمدة لدى الوزارة. منح ميداليات الاستحقاق لسبعين مواطناً تبرعوا بالدم. صدرت الموافقة السامعة على منح 10 مواطنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بالدم 5 مرات، و60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لقاء تبرع كل منهم بالدم 10 مرات. إمارة الشرقية تشكل لجنة خماسية لحصر الآبار العشوائية. ذكر مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس سراج بخرجي إن إمارة المنطقة الشرقية قامت بتشكيل لجنة مكونة من الزراعة والأمانة والمياه والدفاع المدني والشرطة، وذلك بهدف حصر الآبار التي يتم رصدها والتي تهدد سلامة المواطنين وتحديد دور كل جهة في ذلك. هيئة السياحة تنفذ المرحلة الأولى من متحف المدينة المنورة. نفذت الهيئة العامة للسياحة والأثار المرحلة الأولى من متحف المدينة المنورة بمحطة سكة حديد الحجاز كواجهة حضارية جديدة في المنطقة التي تتميز بكثرة المواقع الأثرية ومواقع التاريخ الإسلامي فيها. ويشتمل المتحف على مباني محطة سكة حديد الحجاز في المدينة المنورة التي تم ترميمها وتأهيلها، كما يضم متحفا بورشة إصلاح القاطرات بالمحطة يعرض تاريخ سكة حديد الحجاز. الجوازات تفعل واصل في الرياض. بدأت المديرية العامة للجوازات في تفعيل خدمة واصل في مدينة الرياض، وذلك بعد أن دشن اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات الخدمة أخيراً. وأوضح المقدم أحمد الحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن هذه الخدمة تهدف إلى إيصال بطاقات الإقامة للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية للجوازات أبشر بعد أن يتم إصدارها أو تجديدها إلكترونياً، ومن ثم إرسالها إليهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة الجوازات. ونختم حلقتنا بفقرة توب 5 حول العالم، نتابع. لفقرة توب 5 حول العالم لهذا الأسبوع اخترنا لكم أفضل 5 متاحف في العالم. في المركز الخامس متحف الأرمنتاج، يقع في سان بطرسبرغ في روسيا ويحتوي على حوالي 3 ملايين قطعة. دخل المتحف موسوعة جينيس لأكبر مجموعة من اللوحات في العالم، كما توجد به أكبر مجموعة من حلي الذهب القديمة من شرق أوروبا وغرب آسيا. ويحتوي الأرمنتاج أيضاً على قاعة لعرض حضارات وحقب تاريخية مختلفة. وفي المركز الرابع ننتقل إلى نيويورك ونطلع على متحف الفن الحديث. يعد المتحف إلى حد كبير الأكثر تأثيراً في الفن بالعالم. معروضات المتحف جميعها لا مثيل لها في الفن الحديث والمعاصر، وتحتوي مكتبة المتحف على أرشيف يزيد عن 3 مليون كتاب وأعمال فنية فريدة تزيد عن 70 ألف قطعة لفنانين كثر. ومن نيويورك إلى القاهرة نزور المتحف المصري الذي حل في المركز الثالث. تأسس عام 1835 للميلاد ويحتوي على 136 ألف أثر فرعوني، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآثار الموجودة في مخازنه. ويتكون من طابقين خصص الأرضي منها للآثار الثقيلة مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات، أما العلوي فقد خصص للآثار الخفيفة مثل المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصور المومياوات والمنحوتات غير المكتملة.
ومن الوطن العربي إلى قارة أوروبا، حيث متحف أوفيزي بإيطاليا يستقبل المتحف أكثر من 1.5 مليون زائر في السنة. وهذه الشهرة تعود لغناه بالعديد من الأعمال الفنية الفريدة من نوعها، فهو يحتوي على أكثر من 100,000 لوحة فنية. كانت مساحته 6,000 متر مربع، ثم تمت توسيعته إلى 13,000 متر مربع لاستيعاب الكم الهائل من الزوار. المركز الأول من نصيب متحف اللوفر الذي يقع في عاصمة فرنسا باريس. يعد المتحف من أهم متاحف الفن في العالم، وهو عبارة عن قلعة بناها فيليب أوغست عام 1190 للميلاد، ثم تحول متحفاً في 10 أغسطس لعام 1793. تحوي قاعات المتحف أكثر من 1,000,000 قطعة فنية، سواء كانت لوحة زيتية أو تمثالاً. وبالمتحف مجموعة رائعة من الآثار الإغريقية والرومانية والمصرية ومن حضارة بلاد الرافدين العريقة، والتي يبلغ عددها 5,664 قطعة أثرية، بالإضافة إلى لوحات وتماثيل يرجع تاريخها إلى القرن 18 الميلادي. أشكر كل شخص تابعنا الليلة في أهلا بالشباب. خلصت حلقتنا، إن شاء الله أنه نكون قدمنا حاجة كويسة بإذن الله عز وجل. يعطيكم العافية، في أمان الله.